حزين فرحان، نور شمعة في طريق ضلمة، وارحم أخوك خليك إنسان، ازرع فرحة تسعد قلبك لما تخلي حزين فرحان، نور شمعة في طريق ضلمة، وارحم أخوك خليك إنسان، وارحم أخوك خليك إنسان. الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل عليها نعمته وبركته من الآن وكل أوان ظهر الدور أمين. الحالة نتكلم عنها النهاردة هي حالة مريم. ست مريم دي ست أرملة عندها أربع أطفال، ملهاش أي عائد غير مساعدات بسيطة خالص بخدها من الكنيسة. طبعا احنا بنطالب أو بنطلب مساعدة للأسرة ديت، نحن نعمل زي محل بسيط ان احنا نجهزه كتشطيب، وان احنا نجيب بعض البضاعة البسيطة بقالة أو حاجات زي كده ممكن تقدر تعيش منها هي وأطفالها. أرملة، عندي أربع أطفال، جوزي متوفي بقاله 5 سنين ونص، أنا ما كانش لي أي تأمين ولا أي دخل غير معاشي 450. انا كنت شغاله في شغل بره، بس ولاد متبهدلين، هم الاربعه بيعملوا اكل لنفسهم، بيعملوا كل حاجه لنفسهم، متبهدلين. برجع لهم بالليل متاخر من الشغل، انا راجعه مهدوده من الشغل، مش عارفه اعمل لهم كل احتياجاتهم، تعبانه. يعني دخل لهم متعيش انا اولادي، اساعد مصاريف المدارس والدروس والدنيا. بصلي لربنا بجد بليل وبعيط له، بقول له دول اولادك، انت ابوهم، هم ابوهم سافر السماء وانت دلوقتي ابوهم، انت دلوقتي تسد احتياجهم، انت دلوقتي تسد احتياجهم. وصدقني بلاقي الباب تاني يوم بيخبط، ربنا يبعت له دول. الناس كده بتسالني انت بتكفي احتياجات اولادك ازاي؟ اقول لهم محدش يسالني السؤال ده، هو ربنا اللي بيكفي وربنا مش ناسيني. على طول في الموضوع ده، يا رب انا بجد المصاريف خلصت معايا، يا بابا يسوع انا عايزه بجد حاجه لاولادي هم محتاجينها، مش عايزه احكيها قدام حد، مش عايزه اشكي هموم لحد غير ليك. صدقيني هو بيكفي احتياجاتنا فعلا، هو بيكفي احتياجاتنا. اشكره بجد في كل وقت وفي كل ثانيه، وانا مستاهلش نعمته ليا انا وولادي، بجد عايشين في نعمه وفي خير انا مستاهلوش. لموا ولادي حواليا وخلي بالي منهم، عشان دول اربعه ومحتاجين حد يراعيهم، حد ياخد باله منهم، وفي كل حاجه مش في المذاكره بس، في كل حاجه. والمحل ده هيدخل لي برضه مصدر رزق، هيساعدني على تربيه ولادي، مش وحتى لو ما فتحش برضه ربنا هيكفي احتياجاتي. بس الباب ده هيساعدني ان انا مش هقول لحد ولا هقدر اقول لحد بعد كده انا اشيل لحد همي، لا هيدخل مصدر رزق هيساعدني انا وولادي. بسم
باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. عن العطاء وعن بركات العطاء نلاقي أن الله يبارك في جميع أعمالك، وربنا بيبارك في أعمال الإنسان. نلاقي السيد المسيح له المجد لما ضرب مثل عذارى الحكيمات والجاهلات، كان إيه الفرق الحكيمات عن الجاهلات؟ أن الحكيمات كان معهن زيتا في أنيتهن، والزيت هو الأعمال الصالحة، والأنية هي قلب الإنسان. أي أن ما يفرق إنسان من إنسان أمام الله وقت الحساب هو الأعمال الصالحة. طب الأعمال الصالحة لما سألوا السيد المسيح قال لهم: كنت جوعانا أطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، مريضا فزرتموني، غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني. ووصانا على المرضى لما بنزور المرضى أو نسأل عليهم أو نساعدهم أنهم يعملوا عمليات جراحية أو نؤهلهم مرة تانية، كل دي كأن احنا بنعمل مع السيد المسيح له المجد. العطاء دوت احنا بناخد بركات كبيرة، وكأنه احنا بنعطي السيد المسيح له المجد فيعطينا ايضا هو. فالعطاء ايضا كنز سماوي، عشان كده العذارى الحاكمات والجاهلات اعمال صالحة تتبعهم، قال لهم ادخلوا الى فرح سيدك. اول بركة من بركات العطاء ان ربنا هيبارك في كل اعمال يدين الانسان الذي يعطي. وعشان كده نلاقي في القداس الإلهي في أشية الزروع نلاقي بنقول: يا رب بارك في الزروع والعشب ونبات الحقل، بارك يا رب في مياه النهر في وقت تاني من السنة، بارك يا رب في قهوة السماء. وكل البركات دي ليه؟ أصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض. ليه بقى يا رب؟ من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، وكمان إحنا كمان دي بركات لينا ومن أجلنا كلنا. يبقى إذن الله لما هيقدم الإنسان عشور أو بكور أو نذور فإن ربنا هيعطيه بركات، ويعطيه كل بركة لكل أعمال يديه وما تمتد إليه أيديه. ونلاقي إن العشور أبونا إبراهيم لما جه يقدم العشور بتاعته لما ربنا دخله أرض الموعد لملك صادق، ملك صادق قدم له خبز وخمر، ودي رمز للتناول، رمز للبركة الكبرى، وهي بركة الرب لأبونا إبراهيم لأنه قدم العشور. يبقى إذن الإنسان اللي بيقدم العطاء هو اللي هياخد وهو اللي هيربح. نلاقي السيد المسيح له المجد في دستور المسيحية، موعظة على الجبل إصحاح 5 و6 و7. في إصحاح 6 قبل ما يتكلم عن الصلاة وعن الصوم يتكلم عن الصدقة، ويقول كده: اعطوا صدقة. السيد المسيح بيطلب مننا نقول اعطوا صدقة، وإذا أعطيت صدقة لا تدري شمالك ما تفعله يمينك، ويقول لنا أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. يبقى ربنا لما يلاقي الإنسان بيعطي وبيعطي كمان في الخفاء محدش يعرف، ربنا يجازيه علانية. بعدها بقى يتكلم عن الصلاة في إصحاح 6 برضو، وبرضو يقول: متى صليت ادخل إلى مخدعك، وبعدين يقول: وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. وبعدين يتكلم عن الصوم السيد المسيح له المجد، ويقول: متى صمت لا تظهر الناس أنك صائما، وبرضو يقول أن يجازيك على نية. يبقى إذن الله بيطلب مننا الصدقة قبل الصوم والصلاة، هو عايز الصوم وعايز الصلاة لكن عايز الصدقة أولا. ومن العهد القديم وهو ربنا بيوصينا على العشور، وفي العهد الجديد يقول لنا أيضا عن العشور، يقول لنا: هاتوا العشور وجربوني. وعن بركات العطاء نلاقي الناس اللي بتتعود على العطاء نلاقي إنها تبقى عايزة باستمرار تقدم عطاء أكتر وتيجي باستمرار أكتر. يحضرني إن في ناس معينة كل أول شهر يجوا جري: أبونا أنا عايز المبلغ اللي بقدمه لربنا كل شهر. وأول ما يقدمه تلاقيه استريح، لأنه قدم الواجب اللي عليه لله، ولأنه في الوقت من الناحية التانية أخذ بركات في العطاء. كل أعمال يديك يعني تشمل الصحة، تشمل البيت، تشمل الزوجة، الأولاد، الأعمال نفسها. فنلاقي الناس اللي بتدي عطاء نلاقيها باستمرار عايزة تعطي أكثر. بس العطاء لازم يبقى له شروط، ان المعطي المسرور يحبه الرب. فاذا العطاء لازم يبقى بسرور، الواحد ما يبقاش متغصب او حاسس ان دي حاجه لازم يعملها. هي صحيح
العشور دي واجب على كل واحد، ولكن يقدمها بسرور. المعطي المسرور يحب الرب. إذا كان كنزك على الأرض قد يفسده سوس، قد يفسده صدأ، قد يأتي السارقون وينقبون. واحد ممكن يضيع كل حياته في جمع المال ويجي ناس تسرقه في آخر أيامه ويضيع كل حياته. أما نعمل يا رب؟ قال خلي كنزك في السماء حيث لا يفسده سوس، لا يفسده صدأ، لا يستطيع السارقون أن يسرقونه. هو ده الكنز الحقيقي، إن إحنا بالمال اللي بنتصدق بيه هو دوت اللي لما بنديه لإخواتنا إحنا بنعمل لينا إحنا كنز في السماء. من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا. To donate to أتحبني using Zelle Pay, you may use the email atahobboni@renesse.com. لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك.
عنه أمامه من بحر عذابه عديه. زور المريض واشفيه، طبطب يا رب عليه، خفف عنه ألامه من بحر عذابه عديه. اصبر يا رب ولادك اللي الكل نسيهم وفاكرهم بس الهم والدنيا قاسية عليهم. اذكر يا رب ولادك اللي الكل نسيهم وفاكرهم بس الهم والدنيا قاسية عليهم. يا رب الفقير اغنيه، بارك بيته وكفيه، وارحمه لما الفقر يذله حنين قلب الدنيا عليه. يا رب الفقير اغنيه، بارك بيته وكفيه، وارحمه للفقر يذله حنين قلب الدنيا عليه. اذكر يا رب ولادك اللي الكل نسيهم وفاكرهم بس الهم والدنيا قاسية عليهم. اذكر يا رب ولادك اللي الكل نسيهم وفاكرهم بس الهم والدنيا قاسية عليهم. واللي ولادهم نسيوهم وسط مشاغل الحياة، اسأل يا رب عليهم من أحني إلى. واللي ولادهم نسيوهم وسط مشاغل الحياة، اسأل يا رب عليهم من تا أحني إلى. اذكر يا رب ولادك اللي الكل نسيهم وفاكرهم بس الهم والدنيا قاسية عليهم. اذكر يا رب ولادك اللي الكل نسيهم وفاكرهم بس الهم والدنيا قاسية عليهم. واللي احبابهم فارقوهم وسافروا للسماء، ابعت روحك عزيهم من غيرك نترجى. واللي احبابهم فارقوهم وسافروا للسماء، ابعت روحك عزيهم.